خير وأنا بحضرتكم معنا في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجنا شؤون عربية، مقاربة من أكثر من ملف عربي نتناوله بالمتابعة وتحليل على مدار حلقتنا الأسبوعية معكم على شاشة قناة النيل للأخبار. النهاردة حيكون في وقفة مطولة نقترب من خلالها بشكل أكبر من المشهد اللبناني، التصاعد ربما نظر يعني لتصاعد الاحتجاجات في لبنان، وتوقعات أيضا بتحديات متعدمة تواجه الحكومة اللبنانية اللي طال انتظارها واللبنان على أعتاب تشكيلها في هذه المرحلة، بالإضافة إلى محاور أخرى نتطرق لها تفصيلا وتحليلا في وقفتنا الحوارية الرئيسية في هذه الحلقة. ده بالإضافة بالتأكيد إلى متابعتنا الإخبارية المعتادة، واللي هنبدأ أول محطتها بالتطورات في القضية الليبية وما يمكن أن يقدمه مؤتمر برلين الدولية حول هذا الشأن. ينطلق غدا في العاصمة الألمانية مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية بمشاركة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وبيحضر المؤتمر ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المعنية بالأزمة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. المؤتمر يهدف إلى وقف كل التدخلات الخارجية في ليبيا وتعزيز وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي واستعادة الاستقرار في ليبيا. ينضم إلينا المزيد من المتابعة عبر الهاتف الدكتور عبد المسيح الشامي، منسق العلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني. أهلا بحضرتك. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء الخير. يعني ما بين تحديات في وسط التطورات للأسف اللي يعني من الصعب توصيفها بالإيجابية في هذه المرحلة، وأيضا تعويلات على هذا المؤتمر اللي تستضيفه ألمانيا في أنه هو ينجح في أنه يخرج بانطلاقة لعملية سياسية شاملة تهدف أيضا بطبيعة الحال إلى تثبيت التهدئة والهدنة في ليبيا. يعني كيف تستشرفون الأفق المستقبلي القريب على هذه الخلفية؟ يعني لا شك ان هذا المؤتمر مؤتمر مهم جدا لليبيا، خصوصا كما تفضلت في ظل التطورات الاخيره، هذا الخلص في الاوراق اضافه الى دخول عوامل جديده على الازمه الليبيه، موضوع العسكره الذي بدا يتوضح في الاونه الاخيره يعني من خلال التدخل التركي وارسال مجموعات مسلحه الى تركيا، هنالك بشكل او باخر ربما تغيير في موازين القوى وفي المعادلات القائمه في ليبيا، واليوم ربما اوروبا معنيه بشكل او باخر ومهتمه باستعاده زمام المبادره في هذا الملف وفي هذا في هذه المنطقه، كون ان اليوم الملف الليبي بشكل او باخر يعتبر ملف اساسي ومهم جدا بالنسبه للأمن الاستراتيجي الأوروبي على أكثر من ملف، إن كان فيما يتعلق بموضوع الهجرة واللجوء إضافة إلى ملف البترول والطاقة والغاز، يعني كل هذه القضايا بشكل أو بآخر قضايا مهمة وملحة، وأعتقد أن التطورات التي تجري في ليبيا وحتى في البحر المتوسط فيما يتعلق بموضوع الصراع على الطاقة وهذه التحولات والتحالفات التي جرت في الآونة الأخيرة بين تركيا وبين سراج، أعتقد كلها معادلات جديدة وعملية خلط جديد لأوراق اللعبة في ليبيا، ولذلك اليوم أعتقد أن هذا المؤتمر يأخذ أهمية كبيرة، وهذا ما يعكسه الحضور الكبير والمهم على مستوى الدول الفاعلة في هذا الملف في الإقليم. طيب يعني دكتور عبد المسيح، وسط يعني قراءات بضلوع قطري في هذه الأزمة، يعني رؤى أيضا ليبيا بالدور التركي اللي بيسهم في المشكلة ولكنه لا يسهم في حل هذه المشكلة، بالتأكيد هناك تعويلات على دور عربي الجامعة العربية بصفتها بيت العرب، وأن يكون أيضا هناك تنسيق عربي أوروبي لإيجاد تسوية ملائمة لهذه الأزمة حتى لا تخرج عن سياقها، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ بالتأكيد يعني اليوم دعوة مصر ودعوة الجزائر ربما لم تأتي عن عبث، يعني هذه الدول دول إقليمية وازنة لها دور أساسي في الإقليم وفي المنطقة وفي الملف الليبي، وبالتالي اليوم الرهان فعلا على تعاون مهم جدا مع الدول العربية المؤثرة
في المنطقة وأيضا على الجامعة العربية بشكل أو بآخر، رغم أنها كما نعرف ربما يكون دور الجامعة العربية في الآونة الأخيرة ليس كما يعني نرغب وليس في القوة التي يمكن أن يعني تعطي الثقل المطلوب، ولكن الرياض ربما على دور محوري لدول الإقليم، ولذلك هنا أعتقد أن حضور الرئيس السيسي وحضور أيضا الجزائر و أعتقد أنه سوف يكون له دور مهم جدا، ويجب أن يكون له دور مهم. بالنتيجة هذه دولة عربية ويجب أن يكون للحضور العربي أيضا ثقل وأهمية ودور وازن في هذه المعادلة في ظل يعني الهجوم وفي ظل التطورات التي تجري والتي بدأت بشكل أو بآخر تتخاطف هذا الملف دول أخرى إقليمية غير عربية، وبالتالي أعتقد أن الدور العربي يراهن عليه بشكل كبير جدا، والعلاقة المصرية الألمانية ربما بشكل خاص علاقة قوية جدا، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك رهان من قبل ألمانيا على دور مصري مهم في هذه القضية. جزيل الشكر لكم من برلين الدكتور عبد المسيح الشامي منسق العلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني. إلى شأن السوري، حيث دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل بانيي إلى وقف فوري للقتال في إدلب السورية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا قد فشل مرة أخرى في حماية المدنيين. يأتي ذلك بينما شهدت إدلب موجات نزوح جراء التصعيد المستمر، حيث أكدت الأمم المتحدة أن نحو 350 ألف سوري معظمهم من النساء والأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر الماضي إلى مناطق قريبة من الحدود مع تركيا. بالتأكيد تتواصل الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار في إدلب السورية، كيف ينعكس ذلك على الأوضاع الميدانية وأيضا على الصعيد الإنساني؟ وينضم إلينا المزيد من المتابعة سيادة العميد علي مقصود الخبير الاستراتيجي. مساء الخير فندم. يسعد مساك ومساء السادة المشاهدين الكرام. بالتأكيد المتابع يرى هناك يعني تداعي في الأوضاع، والأوضاع الميدانية بالتأكيد تلقي بظلالها على اختناق الأفق السياسي، بالإضافة أيضا إلى تراجع في الأوضاع الإنسانية. متابعتكم. أيوة تفضل تفضل سيادة العميد تفضل فعلا. نعم لا شك بأن ما سمعته آخر الكلام بأن هناك تداعيات لما يحدث في إدلب على الجانب الإنساني. في الحقيقة هناك تهويل من قبل الإعلام الغربي بأن عمليات الجيش تستهدف المدنيين وتنعكس عليهم بالتهجير وغير ذلك، ولكن لا تسلط الأضواء على الأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه المجموعات المسلحة الإرهابية. عندما تقوم الدولة بفتح ثلاث ممرات إنسانية وتأمين كل متطلبات الحياة للخارجين من مناطق سيطرة الإرهابيين باتجاه حضن الدولة السورية، ولكن نحن تعودنا على هذه الدعاية الرخيصة والتي دائما تريد عبر إعلامها ومواقفها السياسية بتصعيدها أن تحمي هذه المجاميع الإرهابية، ولكن الجيش العربي السوري عندما يبدأ بالرد على هذه المجموعات الإرهابية التي استهدفت الأحياء الغربية من مدينة حلب ويستهدف مراكز انتشارهم وقواعد إطلاق النار، خاصة الحزب الإسلامي التركستاني وأجناد القوقاز وهم في الحقيقة من الفصائل المرتبطة بتركيا والتي يفترض أن تكون إلى جانب الجيش لتنفيذ ما مضمون اتفاقيات سوتشي بخروج الإرهابيين وتنفيذ عملية الفصل بين المتشددين والمجاميع الإرهابية من الأجانب عن السوريين.
ولكن أنا أؤكد لكم بأن الجيش العربي السوري الذي أطلق عملية باتجاه المحور الغربي والجنوب الغربي لمدينة حلب بعد استهداف أحياء جمعية الزهراء والسكري والأعظم وعدة أحياء في مدينة حلب، كبدت هذه المجاميع الإرهابية خسائر فادحة، ووصلت القوات مع التعزيزات إلى أن تنتشر على محورين باتجاه تراقب وباتجاه معرة النعمان، وأن تكون الخاطرة الشمالية باتجاه الريف الغربي لمدينة حلب بدءا من الزربة وخلطة والإيكاردو مرورا بسلول العيس التي تمنع خروج المدنيين باتجاه ممر الحاضر المجاميع الإرهابية، وصولا إلى كفر حمراء وخان طومان والمنصورة، لكي تكون هذه المجنبة الشمالية آمنة للعملية التي تتحرك من خلالها قوات الجيش العربي السوري باتجاه تراقب. والجيش يراعي المدنيين، وأتحدى أن يكون هناك مدنيا تعرض في عمليات الجيش إلى استهداف، بل الجيش أحيانا يتوقف عن عملياته وهو في مرحلة التقدم عندما يكون الإرهاب مستخدما للمدنيين كدروعا بشرية. من هنا كانت هذه الممرات الإنسانية التي فتحها الجيش لكي يكشفهم أمنيا لهذه العملية. إذن الممرات الإنسانية تؤمن المدنيين من عمليات القتال بشكل أو بآخر. أنا أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد علي مقصودة، الخبير الاستراتيجي محللا لتطورات خاصة الميدانية في سوريا. نتحول إلى تونس، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد مرحلة جديدة من المشاورات حول تشكيل الحكومة بعد أن قدمت جميع الأحزاب مقترحاتها حول الشخصية أو الشخصيات التي يرونها الأقدر والأنسب لتكوين حكومة إلى رئاسة الجمهورية، وذلك قبل أيام من انتهاء المهلة التي منحها الدستور للرئيس حتى يعلن اسم المكلف بتشكيل الحكومة. ووفقا للدستور التونسي انتقلت صلاحيات اختيار المكلف بتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية بعدما فشلت الأحزاب في التوافق حول الحبيب الجملي مرشح حركة النهضة الذي لم ينل ثقة البرلمان. أكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوفها الدائم إلى جانب العراق لحفظ أمنه واستقراره، وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد، التي يزورها الصفدي حاملا رسالة من العهد الأردني الملك عبد الله الثاني إلى رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن الأردن سيبقى داعما للعراق في كافة جهوده وعلى رأسها محاربة الإرهاب، وبالتأكيد أبرز نشاط تنظيم داعش الإرهابي. ومن جانبه أكد وزير الخارجية العراقي أهمية الاحترام لسيادة العراق من قبل الأطراف الإقليمية والدولية. وتنضم إلينا للمزيد من المتابعة الأستاذة لينا مظلوم الكاتبة الصحفية العراقية. تحية لك أستاذة لينا. تحياتي، مساء الخير. مساء النور. ما الذي يعكس هذا اللقاء ويعني دلالاته ويعني فكرة العمل الأردني، فكرة يعني كيف تتكرس فكرة العمل الأردني العراقي المشترك والجهود المشتركة لخفض التصعيد في المنطقة بالنظر إلى يعني الأجواء التي نتابعها في هذا الحين؟ تفضلي. نعم، بالتأكيد العراق بما أنه بؤرة الحدث الآن في المنطقة العربية فهو يشهد اتصالات دبلوماسية مكثفة، لأن أمنيا وسياسيا يعني مدى اضطراب العراق هو معروف للمشاهد ومنقول عبر الفيديو، ليس هناك بناء عملية سياسية تتم، وإلى جانب حالة يعني هذا الأمنية المتوترة بين أمريكا وإيران الأرض العراق. فبالتالي يعني هذه الجهود الدبلوماسية يعني يجب أن تصل إلى حل، أن تضبط، خصوصا أن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين متكررة من الميليشيات، وهناك عدة أحداث المتابع يعني لا يصل إلى حقيقتها، كشف الحقيقة إلا بعد أيام، كما حدث مع قصة الرد الإيراني على قاعدة عين الأسد.
فلم تعلن أمريكا إصابة داعش جندي إلا بعد أيام أنهم نقلوا للعلاج ثم يعودون، رغم تأكيداتها أنها قادرة تحمي يعني قواعدها في أمريكا في في في, في العراق. أعتقد أن فكرة الأمن حاليا جدا صعبة بالنسبة للوضع في العراق، الوضع الأمني مع سيطرة الميليشيات وتحكمها، وفكرة أن تواري الدور الجيش الوطني العراقي على حساب هذه الميليشيات الموالية لإيران أيضا عقد الوضع أمنيا جدا. فالعلامات الاستفهام في المستقبل قد تحمل بالنسبة للعملية السياسية تدخل جهة مستقلة مثل الأمم المتحدة، لأن النخبة الحاكمة الفاسدة حاليا ما زالت تدور في إطار تدوير نفس الوجوه، ولا تريد أن تقتنع حتى بعد 3 شهور من إصرار المتظاهرين على عودة استقلال العراق واختيار شخصية مستقلة تعبر عن رغبتهم، بعيدا عن كل الوجوه التي جرت عليهم الويل منذ 2003. بصراحة أمنيا فكرة أن العراق حاليا لا يمكن أن يظل تحت كأرض معركة للمناوشات العسكرية الأمريكية الإيرانية، فبالتالي هل مطلوب تدخل، هذا يضع علامة استفهام أخرى، هل مطلوب تدخل قوة محايدة دولية مثل الناتو أو دول حلف شمال الأطلسي، أم أين سيتحقق الأمن؟ بالتالي أن القوى الموجودة حاليا عاجزة عن توفير الأمن في مجابهة قوة تفرض سيطرتها عليها، قوة مسلحة تحديدا هي من الميليشيات المدعومة من إيران تفرض سيطرتها حتى على قوى الشرعية الأمنية في البلاد. فهذه عدة أسئلة على الصعيد السياسي والأمني ما زال ينتظر العراق لها أجوبة، لكن فكرة هدوء الشارع العراقي ومهم جدا يعني للتعرف على الطريقة المثلى للتعاطي مع هذه التحديات للأسف متعاضمة في العراق في هذه المرحلة. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذة لينا مظلوم الكاتبة العراقية، ونتحول لمتابعة نظرة سريعة للتطورات في لبنان، وبعدها وقفة حوارية ونظرة تحليلية للمشهد اللبناني بصحبة الكاتب الصحفي اللبناني الأستاذ فادي عكوم، معكم بعد الفاصل. بالرغم من مرور شهر كامل على تكليف رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، ما زال مسار تشكيلها مطوقا بالعقبات والعقد، أبرزها معركة المحاصصة الحزبية والطائفية في توزيع الحقائب الوزارية. فمنذ تكليف رئيس الحكومة حسان دياب لم يتمكن من تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لاصطدامه بإصرار كتل دعمت تسميته على حصصها من الحقائب الوزارية. مشهد تشكيل الحكومة المتعثر قابله استياء دولي وغضب عارم اجتاح الشارع اللبناني، تحولت على إثره ساحة النجمة ومنطقة وسط بيروت إلى ساحة للاشتباكات العنيفة، استخدم خلالها المتظاهرون الحجارة والمفرقعات النارية والأدوات الحديدية والخشبية ضد قوات الأمن التي ردت بإطلاق خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. مسيرات المتظاهرين التي انطلقت من نقاط عدة في بيروت تحت عنوان لن ندفع الثمن، جاءت احتجاجا على التأخير في تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي الذي وضع لبنان في أخطر كارثة مالية واقتصادية في تاريخه. ويتهم المتظاهرون القوى والأحزاب السياسية بمحاولة استنساخ الحكومة السابقة التي أسقطتها الانتفاضة الشعبية، مشددين على تمسكهم بمطلب تشكيل حكومة تكنوقراط. ومع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية شهره الرابع، ما زال مئات الآلاف من اللبنانيين الذين ملأوا الساحات والشوارع يطالبون برحيل الطبقة السياسية التي وقفت عاجزة عن حلحلة عقد تشكيل الحكومة، رافضة التخلي عن عقلية الاستئثار والمحاصصة غير عابئة بمصلحة لبنان العليا. بالرغم من مرور شهر كامل إذن على تكليف رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية المقبلة سؤال يطرح نفسه بقوة. ومعي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية الكاتب الصحفي اللبناني الأستاذ فادي عكوم، أهلا بك أستاذ فادي. تفضل يا فندم. يعني الحديث عن الأزمة الحالية متشعب جداً،
له أوجه عديدة. الأزمة الأساسية بعيدا عن السياسة هي الأزمة الاقتصادية، لكنها للأسف مرتبطة بتشكيل الحكومة، كون الداعمين الإقليميين والدول العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة ينتظرون تشكيل الحكومة، وللتأكد ما إذا كانت ستحظى باهتمامهم أو ستحظى بثقتهم لتقديم المعونات والاستثمارات المنتظرة. لكن يبدو بأن لا حكومة في المستقبل القريب، رغم أن حزب الله حاول بل أطاح بسعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع وباقي الفرقاء الذين يعادونه سياسيا، وأراد تشكيل حكومة لون واحد. حتى حكومة اللون الواحد اصطدم حزب الله بعائق كبير، هو الصدام بين سليمان فرنجي رئيس تيار المردة وجبران باسيل رئيس تيار الوطني الحر على نسبة توزيع الحقائب، كون الاثنين هذين الشخصين فتحوا معركة الرئاسة منذ الآن، يضعون أعينهم على كرسي الرئاسة الذي سيشغل بعد 3 سنوات. وبالتالي فأن المعضلة الحقيقية الآن بأن الشارع اللبناني والمجتمع الدولي والإقليمي يريد حكومة تكنوقراط مستقلة، لكن ما يجري استحداثه في الكواليس هو حكومة سياسية صرفة. تم اختيار الأسماء من قبل الثلاثي الحاكم، أي حزب الله، حركة أمل، والتيار الوطني الحر، بمشاركة الحزب القومي السوري الاجتماعي والتيار المردة وطلال إرسلان، يعني المحور والذي يقال عنه في لبنان محور المقاومة، وهو محور حزب الله. هل اللي حضرتك تفضلت بيه والمعطيات في المشهد الحالي هو ده اللي بيفسر تشككات البعض او الكثيرين ان الجدل بيصاحب تشكيل الحكومة اللبنانية ما بين الحين والاخر يعني لم يحسم بعد وسوف ندور في هذه الدائرة المفرغة لفترة اطول؟ يعني حتى يبدو حزب الله من خلال تسميته لحسان دياب اراد كسب بعض الوقت والمناورة بسبب التغيرات الإقليمية الحاصلة، خصوصا الضغوطات السعودية الإيرانية والضغوطات الأمريكية الإيرانية والتي لها انعكاس بشكل مباشر على الساحة اللبنانية، وخصوصا وأن الوضع في سوريا يقارب على الانتهاء، الأوضاع في العراق مشتعلة، وكل لها ارتدادات على الداخل اللبناني. وبالتالي حزب الله يحاول كسب الوقت لأنه يعلم تماما بأن حكومة حسان دياب لن ترى النور. يعني يحاول الضغط على الأفرقاء الباقين للتراجع قليلا، يعني من بينهم سعد الحريري، للضغط عليه للعودة عن قراره بعدم المشاركة، أما المشاركة بشكل مباشر أو من خلال تسمية أحد مقرب منه لاستلام الحكومة الجديدة على أن تكون حكومة مؤقتة، حكومة طوارئ بين 6 أشهر وسنة. وربما لأن حزب الله يعني أصلا بحاجة إلى بعض التقوقع لانتظار ما سيجري في الأقليم، قد يعطي الحريري الصلاحيات الكاملة بتشكيل حكومة مستقلين. هل تقوقع حزب الله فقط بفعل الأحداث الداخلية في لبنان، أم أنه يسهم في ذلك بقدر أو بآخر ما تبعناه في الفترة الأخيرة من تجميد بريطانيا أو تصنيف بريطانيا لحزب الله كمنظمة إرهابية وما يمكن أن يتبع ذلك؟ بالضبط، يعني القرار البريطاني يفتح الباب على قرارات أوروبية أخرى. يعني كان يوجد موقف ألماني في السابق، الآن الجميع بانتظار الموقف الفرنسي والذي سيبنى عليه مواقف أو معادلات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا وأن الملف النووي الإيراني الضاغط على الحرس الثوري الإيراني وصل إلى مرحلة الصدام بين إيران والدول الأوروبية. وبالتالي فأن الأمر سينعكس على حزب الله كونه الأداة الأساسية الخارجية للحرس الثوري الإيراني. هل ده ممكن أستاذ فادي يغير من موازين القوة بالنسبة لحزب الله؟ دائما منذ أن بدأت المشكلة كنا بنتكلم أن في باع كبير لحزب الله وقوة مؤثرة كبيرة في المشهد، يعني هي اللي ممكن تكون لها يد طولة بشكل أو بآخر في ما يمكن أن تقول إليه هذه القضية، سواء فكرة الاحتجاجات أو تعثر الحكومة اللبنانية حتى هذه اللحظة. يعني القضاء على حزب الله أو على الأقل تقليص حجمه
صعب جدا من الناحية العسكرية، وبالتالي فإن الضغوط السياسية الجارية الآن يعني قد تؤدي إلى بعض الحلول. الشارع عندما انتفض في لبنان كان موجها البوصلة نحو الفساد والحالة الاقتصادية، الآن تتحول البوصلة شيئا فشيئا باتجاه حزب الله، وبالتالي حزب الله سيتهرب الآن من أن يكون مسؤولا عن تردي الأوضاع القائمة والتي وصلت إلى الانهيار الكامل باعتراف العديد من المنظمات الدولية والتي تضع التصنيفات الائتمانية للبنان. علما بحزب الله الآن يحاول توتير الأوضاع بشكل مبالغ فيه بالشارع، رأينا كيف أرسل عناصره الحزبيين لتحطيم شارع الحمراء، شارع الحمراء، والهجوم على المصارف والهجوم المباشر على غسان سلامي رئيس مصرف حاكم لبنان، لأنه واتهامه بأنه مسؤول عن انهيار الليرة والأوضاع الاقتصادية لأمر واحد، لأن غسان سلامي مجبر لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات المالية على حزب الله، وهذا أمر لا يناسب حزب الله. وبالتالي رأينا اليوم حتى تحديدا شرطة مجلس النواب التابعة للمجلس النيابي، وهي ليست قوة أمنية، هي قوة أمنية خاصة بالمجلس النيابي لا تتبع وزارة الداخلية، اشتبكت مع المتظاهرين في وسط بيروت حتى وصلت بهم الجرأة إلى ملاحقة المتظاهرين الجرحى إلى داخل مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، مما دفع إمام المسجد وكنائس المنطقة إلى دق الأجراس والتكبير لجلب العون لإنقاذ الجرحى من أيدي شرطة مجلس وده بيعزز المخاوف أستاذ فادي من ازدياد حدة الاحتجاجات في رأيك إيه اللي يعني إيه اللي بيزكي يعني هذا يعني حزب الله حالة. يريد الوصول بالمواجهة إلى أقصى الدرجات حتى يدفع الآخر للصدام، عندما يبدأ الصدام الداخلي في لبنان سيستمر لفترة ليست بقصيرة، عندها ستكون الأولوية ليست للتخلص من حزب الله، ليست لتصليح الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنهار، بل للوصول إلى تهدئة أمنية ترطب الشارع وتوقف حمام الدم إن حصل. هذا ما يرمي إلى حزب الله لإعلاء الشأن الأمني على الشأن الاقتصادي. الملامح اللي موجودة في المشهد اللبناني حاليا هل تدفع بقرب التهدئة أم على العكس تدفع يعني خرق هذه التهدئة، حتى وإن بدأ أو طفى على السطح أن في اتفاق ضمني على يعني أنا حسب وجهة نظري أرى رغم كل التوتر وكل تصاعد التوتر في الشارع والصدمات، لأن حزب الله يهدف من خلالها الضغط على الفرقاء السياسيين الذين يعادونه سياسيا للقبول بالمشاركة بالحكومة المقبلة، لأن هذا الوضع أصلا يعتبر مأزقا حاليا وحقيقيا لحزب الله وهو بغنى عنه. هو يريد الابتعاد قليلا عن الصورة، التقوقع وإعادة لملمة صفوفه، الانسحاب من سوريا، لأن مسألة التواجد في سوريا باتت تكلفه ماليا وتكلفه معنويا وتكلفه بالعناصر في ظل الهجمات التي تقوم بها طائرات التحالف بشكل يومي تقريبا. بالإضافة إلى أن هناك بعض يعني المتغيرات الإقليمية حتى من ناحية مثلا مقتل سليماني لها تأثير مباشر على نفوذ حزب الله في سوريا، كون سليماني كان قريبا جدا من حسن نصر الله، أما رئيس الحرس الثوري الجديد قاني كان المسؤول المباشر عن تجنيد عشرات آلاف الباكستانيين والأفغان الذين نقلوا إلى سوريا، وهو يريد الآن تخفيض سيطرة حزب الله وإعلاء شأن الميليشيات الباكستانية والأفغانية وهي فاطميون وزينبيون. وبالتالي يعني فإن الأمر حتى من داخل الحرس الثوري يضغط قليلا أيضا على حزب الله لتحجيم نفوذه انتظارا للمرحلة المقبلة. هل الخلطة إذا صح توصيفها في الحكومة اللبنانية المرتقبة يعني مكونة الألوان الطائفة أو يعني لهذا التنوع في طيارات، وهو بتأكيد يعني مطلب أساسي، ويعني بأي قدر من هذا المنطلق بتلبي مطالب يعني أصلا الحكومة المطروحة حاليا بدءا من رئيس الحكومة وصولا إلى التشكيلة الحكومية تخالف اتفاق الطائف،
يوجد شيء في لبنان معمول به وهو الميثاقية، وهي التي تضمن التمثيل الصحيح لجميع الطوائف والفرقاء السياسيين في لبنان. حزب الله ضرب بعرض الحائط بكل هذه الأمور لأنه سمى حسان دياب من دون موافقة الطائفة السنية، إن كان بأحزابها أو من خلال مرجعيتها الدينية وهي دار الفتوى. وحتى التشكيلة الوزارية لم تضم أي وزير من قبل التيار المستقبل أو وليد جملاط أو تيار القوات اللبنانية، وبالتالي لا تمثيل للجميع في الحكومة، وهو أمر نادر الحصول في لبنان ويؤدي إلى تبعات خطيرة جدا. وبالتالي سيكون حزب الله واضعا يده على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي والحكومة ككل. نتعرف على مزيد عن التطورات السياسية والأمنية في لبنان، ومعنا للمزيد من المتابعة الأستاذة نجاة شرف الدين الإعلامية اللبنانية من العاصمة اللبنانية بيروت. تحية لك أستاذة نجاة. شكرا، تحياتي لك وللمشاهدين. أهلا بك، كيف تتابعين التطورات حاليا؟ يعني من الواضح أنه اليوم كانت المواجهات عنيفة جدا، وفي خرجت عن السيطرة في بعض المناطق خاصة في وسط بيروت. القوى الأمنية كان في مواجهات كبيرة مع مجموعات من المتظاهرين أدت إلى سقوط عشرات الجرحى ما بين القوى الأمنية وكذلك من المتظاهرين، ولم تهدأ حتى هذه الساعة، وتدخل الجيش اللبناني مباشرة لمساعدة القوى الأمنية على منع هؤلاء من الإمكانية التدخل بشكل مباشر، ووضع حاجزا تقريبا بشريا ما بينهم وبين القوى الأمنية خاصة في منطقة وسط بيروت. أود الإشارة هنا إلى أنه كذلك يعني واضح أنه كان في عنف كبير بالمواجهات من قبل المتظاهرين بالرشق بالحجارة وكذلك بالمفرقعات النارية التي أدت إلى سقوط هذه الجرحى. أيضا القوى الأمنية رشقت بالمياه وكذلك ببعض الحجارة وبالغازات المسيلة للدموع، قنابل المسيلة للدموع، مما أدى أيضا إلى سقوط عدد كبير من الجرحى ضمن هؤلاء. الوضع دقيق جدا ونحن أمام مرحلة خطيرة جدا إذا لم يكن هناك في رأي حضرتك ويعني نظر أكثر قربا للمشهد اللبناني، ما هو الكفيل بحسم هذه الحالة من الجدل حاليا في الشارع اللبناني؟ يعني هناك يجب أن تكون المحور على جبهتين، الجبهة السياسية والجبهة الأمنية. أمنيا الجيش يجب أن يتدخل بشكل واسع للحد من هذه المواجهات، إضافة إلى ذلك يعني الملف السياسي هو الملف الأساسي، خاصة أن هؤلاء المتظاهرون من بداية الثورة في 17 تشرين كانت المطالب واضحة، خاصة بالنسبة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية وبالدعوة إلى تشكيل حكومة من اختصاصيين بعيدة عن السياسة لمعالجة الملفات الحياتية. المعالجة السياسية تبدأ بموضوع الحكومة، ومن بعدها هذه الحكومة إذا كانت المطالب تريد أن تجرى انتخابات نيابية مبكرة، العمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة من خلال إقرار قانون وإجراء هذه الانتخابات، لأنه يعني يبدو أن الوضع وصل إلى حد خطير وهو بحاجة أن يكون هناك يعني محادثات ما بين المتظاهرين والسلطة لأجل أن يكون هناك خارطة طريق بالنسبة للمعالجة السياسية تبدأ بموضوع حكومة اختصاصيين بعيدا عن السياسة وبعيدا عن المحاصصة، وتلبي المطالب لهؤلاء المتظاهرين خاصة متعلقة بالشؤون الحياتية والاقتصادية، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة. أشكرك أستاذة نجاة شرف الدين الإعلامية اللبنانية متداخلة معنا من بيروت. عودة لضيفي الأستاذ فادي عكوم. أستاذ فادي، إلى أي مدى يمكن أن يكون الشارع عامل إسقاط أو دعم للحكومة يعني، ومدى قدرته على تغيير مسار الأمور، وإذا كان في طرف آخر يعني قد يكون يعني أكثر تأثيرا في المشهد في الوقت الراهن؟ المشاركين بيحرق الشارع، بمعنى أنه حاليا الصورة تغيرت عن الشهر الأول الذي شهد يعني لبنان فيه الحراك. الآن يوجد الشارع الحقيقي، الناس المستقلين الذين انتفضوا ضد الطبقة السياسية بسبب الأوضاع الاقتصادية، ويوجد بعض الأحزاب التي أرسلت عناصرها على الأرض والتي تتحرك في بعض المناطق
لتنفيذ أجندات معينة. وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالشخص الذي سيتم استهدافه أو لإسقاطه أو إعلاء شأنه. يعني المشكلة مترابطة لا حل جذري لها في الوقت الحالي. يوجد حلان: إما السير بحكومة فعلا مستقلة تكون مهمتها فقط الحلول الاقتصادية، وهذا ما سيرضي الشارع سيسكته ويرضي الجميع مبدئيا. أما الحل الثاني وهو الحل الأخطر لعدم الانزلاق إلى المتاهة الأمنية، وهو أن يتم تشكيل حكومة عسكرية بقيادة قائد الجيش اللبناني، كونه لحد الآن المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تحظى باحترام الجميع. لكن في رأي حضرتك أن الحكومة لن تمنح رفاهية يعني العمل والاجتهاد لمواجهة تحدياتها بلا مناغصات؟ إن كانت حكومة مستقلة ستتأمن لها المساحة الكافية للتحرك لإنقاذ البلاد. لكن الحكومة اللي احنا بصددها المرتقبة ليست مطابقة للمواصفات من وجهة نظرك؟ أصلا هذه الحكومة لن ترى النور. مستحيل أن ترى النور. إن رأت النور ستكون الأحزاب الثلاثة التي وقفت وراءها، أي الثلاثي الحاكم، كمن يطعن نفسه بالخنجر ويريد الانتحار السياسي. لأن كما قلت لك سابقا بأن هذه الحكومة لا تحظى لا برضا الداخل اللبناني، لا الشارع ولا بقية الأحزاب، ولا رضا المجتمعين الإقليمي والدولي. إذن توجهات الأطراف المختلفة في لبنان وحتى الأطراف الخارجية سوف تمنع هذه الحكومة من بالزبط عملها. بالزبط. فيما يتعلق بأصداء الأوضاع الاقتصادية المتداعية، كيف أيضا تسهم في إضافة المزيد من العراقيل أمام عمل الحكومة؟ يعني المشكلة أن الملف الاقتصادي مرتبط بملف الفساد وهو أمر أساسي. يعني سأعطيك مثالا: منذ عدة أشهر طرح رئيس الحكومة سعد الحريري بأن يتم استيراد الغاز من مصر وأن يتم حل مشكلة الكهرباء عبر الشركات المصرية. رفض الطرف الآخر، الثلاثي الحاكم رفض. الآن تسعى وزيرة الطاقة اللبنانية بأي شكل من الأشكال للحصول على الغاز المصري. الآن عندما وقعت المصيبة لا يوجد غاز في لبنان، لا يوجد بنزين، لا يوجد مازوت، المعامل قد تتعرض للتوقف بشكل كامل، معامل الكهرباء. الآن يعودون إلى الطرح الذي طرحه سعد الحريري. دي معلومات مؤكدة لحضرتك بتقوله؟ نعم. يعني اليوم زلت لسان من وزيرة الطاقة اعترفت بأن ننتظر شيئا مكتوبا من مصر للحصول على الغاز المصري. وهذا أمر يعد تراجعا كبيرا. على عهد حضرتك بقى، انا ما اعرفش اذا كان في مصادر رسميه فعلا كده حاجه زي واعترافا منها. لا ما هو تصريح سعد الحريري مشهور جدا منذ شهور بالاستعانه بالخبره المصريه وبالتجربه المصريه لانقاذ الاقتصاد. وهذا امر لقي انتقادات كثيره في لبنان، وحتى واجهه البعض من السخريه. يعني انه يعني اعتبروه تراجعا الى الخلف بدل من التقدم الى الامام. لكن نجاح التجربة المصرية أكد بأن كلام الحريري في ذلك الوقت كان يستند إلى هذا. أتى من بعد زيارته إلى القاهرة ومقابلته الرئيس السيسي. يعني كانت مصر على استعداد لدعم لبنان بالكامل. أنا كمان عايز أسأل حضرتك سؤال حقيقة، يعني إزاي أو إلى أي مدى صحيح أن ينظر لما يحدث في لبنان بأنه هو حلقة من حلقات في سلسلة متواصلة؟ يعني بالنظر إلى كثير من القواسم المشتركة بين ما يجري من تداعي للأوضاع في نفس التزامن تقريبا، يعني ما بين لبنان والعراق وليبيا وغيره يعني من الملفات العربية. طب ماذا تنتظرين من بلد يتبع قسم منه للحرس الثوري الإيراني، قسم منه لسوريا، قسم للعراق، قسم لبريطانيا، قسم للولايات المتحدة، قسم لفرنسا؟ يعني يوجد تقريبا القوى الفاعلة على الأرض بحدود 7 أو 8 قوى على الأقل تتنازع في لبنان للحصول على أو للإبقاء على النفوذ في، علما بأن المتغيرات كما ذكرتي المتغيرات أصبحت مترابطة في أكثر من دولة، كون الحل سيكون واحدا للجميع. يعني لن يهدأ لبنان إن لم تهدأ سوريا، لن تهدأ سوريا إن لم تهدأ العراق. الدول الثلاثة ستهدأ معا.
أما أن تظل مشتعلة أم أن تظل القنبلة الموقوتة موجودة التي ستنفجر في أي وقت. طيب في حال أستاذ فادي صدقت التوقعات ويعني ممكن يعني مش عارفة التعبير صحيح ولا لا، يعني تقتل الحكومة اللبنانية الجديدة في مهدها، يعني لا تتاح فيها الفرصة لها يعني للعمل كما حدث مع سابقات كثيرة، لم تصبح جنينا بعد. نعم صحيح، ما هو السيناريو الدستوري؟ السيناريو الدستوري يعني هنا يوجد معضلة قانونية ودستورية بالنسبة لهذا الشأن. عندما يتم تكليف شخص ما برئاسة بتشكيل الحكومة لا يستطيع حتى رئيس الجمهورية سحب هذا التكليف منه. الأمر متعلق بالمكلف بأن يعتذر، يعني لا يعني رغم كل الضغوطات الآن إن لم يعتذر حسان دياب عن تشكيل الحكومة سيظل تكليفه قائما، وهذا خطأ وأعتقد بأنه خطأ مقصود دستوريا لتظل الأوضاع متأرجحة بهذا الشكل. من المنتظر بأن يتقدم حسان دياب لرئيس الجمهورية باعتذار عن التكليف، عندها سيحق لرئيس الجمهورية تكليف شخص آخر لتأليف الحكومة. هل ممكن أخيرا هل ممكن تعود الكرة في ملعب سعد الحريري كما كان هناك توقعات في أوقات سابقة؟ نعم يعني مبدئيا أما سعد الحريري بشكل مباشر أو شخص مكلف من قبله يحظى برضا سعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط، بالإضافة طبعا إلى المنطقة منطقة الشرق الأوسط يعني خليجيا على الأقل، لكي يحظى بالثقة التي يستطيع من خلالها تأليف حكومة اختصاصيين تستطيع جلب الأموال والاستثمارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من لبنان قبل إدخاله تحت بند السابع، وهناك ستكون الكارثة على لبنان واللبنانيين. الكاتب الصحفي اللبناني أستاذ فادي عكوم، أشكرك جزيل الشكر على تشريفك لنا في هذه الحلقة من شؤون عربية. شكرا. كذلك أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله والمزيد من المقاربات العربية. أترككم في رعاية الله. Thank you.